تشكل العديد من الوجهات غير التقليدية مروحة خيارات سياحية واسعة هذا الصيف، وهي تعد بتجارب غنية للنفس خفيفة على الجيب. اللائحة تمتد من كومودو شرقا إلى لشبونة غربا. تتربع البرتغال على رأس قائمة الوجهات الساحرة والرخيصة، نصحت بزيارتها مجلة فوربس خلال صيف 2018 لأنها أقل تكلفة مقارنة بغيرها من الدول الأوروبية المجاورة. فمتوسط أسعار الغرف الفندقية في لشبونة لا يزيد عن 30 دولارا، بينما تقدم المدن البرتغالية طبيعة ساحرة وثقافة مفعمة بالمرح. ومن أوروبا إلى آسيا وتحديدا إلى إندونيسيا، كانت النصيحة بالتوجه إلى جزر كومودو التي سميت واحدة من عجائب الطبيعة السبع الجديدة. فالزيارات إلى الجزر الإندونيسية تتزايد سنة تلو الأخرى بسبب شعبية جزيرة بالي، ولكن كومودو وجزر المحيطة بها تستحق الزيارة بسبب شواطئها الساحرة وكونها الموطن الأصلي لحيوانات الجودزيلا الصغيرة والمرعبة، والتي يمكن الانضمام إلى رحلات بحرية خاصة برؤيتها. والرحلة بين كومودو وبالي بالقارب تكلف 40 دولاراً. وإلى جزر البحر الأبيض المتوسط، حيث يبرز اسم اليونان متبوعا بجزر غير تلك التقليدية في عالم السياحة. تتحدث فوربس عن جزيرة كارباثوس التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس قبل الميلاد، والتي تجمع بين الجاذبية العتيقة والأسعار المعتدلة لفنادقها وشققها، حيث يبلغ متوسط سعر ليلتها 100 دولار. وفي كل عام لا تخلو قائمة أفضل الوجهات السياحية وأقلها تكلفة وأعلاها أمانا من المغرب، فهذا البلد العربي يلبي كافة أذواق الزائرين بمدنه الملونة وأسواقه الرائعة ومعالمه التاريخية. وفي أجمل مناطق مراكش تبلغ أسعار الغرف المزدوجة في الفنادق 60 دولارا لليلة الواحدة، بينما يبلغ سعر عشاء الطاجين 6 دولارات.